اهلا اهلا الاستاذ محمد الشال، المخرج المسرحي، مخرج الثعلب الاستاذ محمد صبحي، وزواج سعيد جدا الفنانه الهام شاهين، وغيرها من الاعمال العظيمه. اهلا استاذ محمد. اهلا بيك، ازيك؟ ازيك يا استاذ محمد؟ منورين على الشاشه حضرتك انتوا هاني نورتنا والله. النهارده، نورتنا النهارده، ومعانا الاستاذ هاني عمار. الحمد لله، انتوا اللي منورين على الصحه والجمال، القناه الجميله دي والله. ربنا يخليك يا استاذ محمد. يعني انا سعيد ان انا بتفرج على هاني، لان هاني من المواهب الحلوه ربنا اللي انا يخليك. عرفته في مطروح، وهوا مطروح وجو مطروح بيخليه يعني يكتب اغاني جميله وشعر حلو وكده. هو ميرسي يعني لحضرتك، فنان مدفون، يعني من المواهب المدفونه، ربنا لكن يخليك. ربنا يوفقه ان شاء الله ويظهر كده. منور يا هاني. نورك يا استاذ استاذ محمد. محمد، مش هقدر اسيب حضرتك بما ان حضرتك محتضن للمواهب، وحضرتك بتعتني بيهم وبتهتم بيهم. عايزه حضرتك توجه لنا كلمه للمواهب الشابه، محتاجين قوي للاهتمام، ومحتاجين قوي لحضرتك تاخد بايديهم، وحضرتك والفنانين الكبار، فنانين فناني الزمن الجميل، حضرتك تقول لهم ايه يا فندم؟ يعني الحقيقه انا اقول للمواهب الجديده ان هو ما يستعجلش، ولازم يفضل يكافح ويفضل يحاول ويقدم في كذا مكان عشان يفرح موهبته. فانا عندي جمعيه انصار التمثيل والسينما، 8 شارع فرصه، انا وسوري المرشدي الفنانه الجميله بنحتضن المواهب اللي بتجي لنا، وبنحاول نساعدها يعني، ونقدمها للقنوات ونقدمها، واللي عنده يعني مسرحيه حلوه بنحاول ان احنا برضو نعرضها له في مسرح جميل، واللي عنده فيلم قصير بنحاول نعرضه له في المركز القومي للسينما. اللي عنده موهبه يجيني بس في انصار التمثيل والسينما يعني. ان شاء الله. ودي جمعيه معموله من 1913، يعني عملها جورج ابيض والدكتور محمد عبد الوهاب وعاصمة انا بقى محمود السباع ومحمد توفيق كانوا رؤساها، وعملت فيها بروفات لمحمود المليجي. الله فالحقيقه الله. الدنيا بخير، وفي نفس الله. الوقت احنا ما بنتاخرش كجيل قديم، ما بنتاخرش عن ولادنا الشباب، لان هم دول المستقبل، سواء في السينما، سواء في الموسيقى، سواء في المسرح، سواء في الفكر، في القصه، في الروايه، الشباب هم الامل. فاحنا تحت امر الشباب يعني. شكرا دايما يا يعني فندم، بشكرك، دمتم لنا. بشكرك يا فندم، دمتم لنا ودمتم لشباب ومواهب الشباب الجديده.